ماما، شو كل هالحلقات؟ نفس؟ نعم طاهر، كأنه نسيتي تجيب المفتاح؟ طاهر؟ شكراً حبيبي من ذوقك عن جد. على فكرة طلعة حلوة كتير وبتجنني. خجلتني لشو هالحكي؟ ما بتعرف تمسك لسانك؟ يلا فيكن تبلشوا. بعدين راحوا على البيت، الكل كانوا موجودين وكلهم عم يضحكوا، ولما جاعوا عملوا كفتة كتير وبطاطا مقلية كتير، وكان في أكل كتير لدرجة ما حدا أكل خبز لحتى يشبع. الكفتة كانت كتيرة، كلهم أكلوا منها وزاد، والبطاطا مثلها كمان، ضلوا يأكلوا لحتى شبعوا، وبطون الكل صاروا كبار كتير، وبعدين شربوا شاي. الكل كانوا قاعدين عم يضحكوا ودفيانين. القناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.